بصي هناخد بقى ايه لعيب فني، انت هتقولي الو لانه الفنان هاني رمزي، فخلي يعني قولي مساء الخير كده معانا. مساء الخير. الو الو يا حبيبتي، مبروك لمصر. يا حبيب قلبي، يا حبيب قلبي، انت يعني الحمد لله. والله يا ميمية يا قمرة، سادة ونجمة كبيرة، ربنا يحفظك يا رب، ووشك وش السعد يعني علينا. ده اللي انا عايزة اقوله يا هاني، النهاردة انا جاية وقلبي حاطة ايدي على قلبي، قلت مش ممكن اجي اظهر النهاردة في حلقة وفي نفس الوقت بماتش مصر، يعني مين اللي هيسيب الماتش ويتفرج علينا؟ يعني استحالة. فانا قاعدة قلبي يعني من جوه. ده انت ميمي جمال ومعاكي شاشك المنير، يعني مين اللي ما يتفرجش عليكو يعني؟ الله يخليك، ربنا يخليك. الفنان هاني رمزي، يا هاني مساء الخير عليك يا رب، وقول لنا بقى انطباعك والحاله الحلوه اللي احنا فيها النهارده دي. بصراحه هو كان ماتش صعب جدا جدا جدا، وخاصه انهم اعلنوا الحرب قبل يعني قبل الماتش بفتره كده، علشان يهزوا الجماهير ويهزوا المنتخب. لكن انا ثقتي في ربنا كبيره جدا، ربنا حنين ومش هيسمح بحاجه زي كده. كمان ثقتي في رجاله بلدنا، يعني دايما طبعا احنا في الشدائد تلاقينا رجاله واسود في الملعب. الحمد لله. والحمد لله ان نظرتنا في رجالتنا ما خابتش اطلاقا، وكان ايماننا قوي جدا بان النصر لينا ان شاء الله. ان شاء الله. واحنا عملنا اللي علينا، يعني انا عايز اقول لك ان يعني فعلا ربنا كلل التعب ده كله بالنجاح، وكلل التعب ده بالفوز. فالحمد لله ان احنا عملنا اللي هاني علينا. انا عارفه ان انت يعني ان انت كروي جدا، قول لي بقى النهارده ايه اللحظه اللي كنت قلقان فيها قوي، واللحظه اللي كان عندك ثقه خلاص فيها جدا يعني. أنا كنت قلقان جدا من بداية الماتش من إصابة أبو جلال. صحيح. يعني أنا الحقيقة كنت قلقان خالص، يا ترى في الفترة البسيطة دي قدر يتعافى. صحيح، ولا كلنا وكان بيتألم حتى. الحمد لله يعني إنه قدر يتعافى سريعا، ومجهود الدكاترة اللي كانوا بيعالجوه كده كان واضح جدا، والحقيقة الراجل جه على نفسه بزيادة وركز، وكل اللعيبه كانوا مركزين. فالحقيقه الحمد لله ان ربنا يعني عداها على خير، الحمد لله. الحمد لله. اكتر يعني اكتر حاجه عجبتك في المباراه النهارده، يعني اللقطات، هي لقطات كتيره حلوه قوي، بس ايه اللقطات اللي انت يعني فعلا يعني عجبتك؟ طبعا يعني انا في عز شده الاعصاب في ضربات الجزاء. طبعا ضربات الجزاء. اللي عجبني الثقه والهدوء بتاعت اللعيبة. يعني كان عندهم ثقة وكانوا بيلعبوا بثقة شديدة جدا، والحقيقة عالميين يعني، مش يعني عرفوا صح ثبات انفعالي الشباك بجد يعني. فده اللي عجبني جدا بصراحة يعني، ثقة اللعيبة نفسها. أكيد. أنا بشكرك جدا يا هاني، ومصر كلها فرحانة. بنشكرك الفنان هاني رمزي، بشكرك شكرا جزيلا.